من جديد أهلا بكم. أسفر البيان الختامي لمؤتمر خليجيون من أجل فلسطين الذي أقيم في الكويت عن جملة من التوصيات تصدرها التأكيد على إدانة كافة أشكال الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. وخلال المؤتمر الذي شارك فيه سياسيون وناشطون حقوقيون، دعا المشاركون الشعوب الخليجية لمساندة ودعم نضال الشعب الفلسطيني عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال الجهات الرسمية. بمشاركة واسعة ووسط حضور جمع من السياسيين والأكاديميين والباحثين في القضية الفلسطينية من دول خليجية وعربية، أقيم في الكويت مؤتمر خليجيون من أجل القدس دعماً للقضية الفلسطينية وتأكيداً على رفض الاحتلال الصهيوني. وجدد المشاركون في المؤتمر موقف الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني والتأييد السياسي للقضية، مع التأكيد على رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، في حين طالبوا جميع أطياف الشعب الفلسطيني بالابتعاد عن الصراعات العربية والوقوف صفاً واحداً ضد الاحتلال. الكويت دائما عندها نظرة بأن هي مع الحق الفلسطيني من جهة ومع القرار السياسي الفلسطيني، وهذا مهم لأن الآن مع الأسف الشديد القرار السياسي الفلسطيني أصبح متنازع عليه في البلاد العربية. الكويت ضد الاعتراف بالعدو الصهيوني، يعني من المفارقات أن منظمة التحرير وبعض الدول العربية تعترف بالكيان الصهيوني، والدول الخليجية والكويت في مقدمتها طبعا ترفض هذا الاعتراف. هذا له مغزى يعني جدا بعيد. اليوم مع الأسف الشديد الصراعات أصبحت عربية، يعني وين ما اتجهت في سوريا شوف العربي السوري يصارع العربي السوري، اتجهت في اليمن نفس القصة، اتجهت في ليبيا نفس القصة، اتجهت في العراق نفس القصة. اليوم ما حد صوب غزة المحاصرة لأن الحصار أيضا أصبح عربي، وبالتالي يعني أنا أتمنى في هذه القضية أن على الأخوة الفلسطينيين الابتعاد عن الصراعات العربية. وتطرقت الندوة إلى دور الكويت وسياستها الخارجية المعتدلة في دعم القضية الفلسطينية من خلال التأكيد على احترام القانون الدولي. رسم سمو السياسة الخارجية لدولة الكويت خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، واختصارا ركزت السياسة الكويتية في عهده على جملة من المبادئ من أهمها ضرورة احترام القانون الدولي. كان دائما يؤكد كإنسان يتكلم عن السياسة الخارجية لدولة الكويت أن القانون الدولي لابد أنه يحترم ويطبق، أهمية دعم الشعب الفلسطيني لأن الشعب مظلوم وواقع تحت احتلال استيطاني تنكيلي خالف القوانين الدولية. مؤتمر خليجيون من أجل فلسطين، هذا المؤتمر الذي يناقش الجانب الإنساني للقضية الفلسطينية. نلتقي بمجموعة من الضيوف من مملكة البحرين ومن المملكة العربية السعودية وأيضا من دولة الكويت. وأكد المجتمعون أنه لن يكون هناك سلام أو قضية فلسطينية دون القدس، مشددين على ضرورة الصمود في وجه الاحتلال للحد من الانتهاكات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. كون هوية مركبة والمقصود أن الفلسطيني يشعر بارتباطه للقصة، يعني قصة الخسارة، يعني النكبة، لكن النكبة خسارة البيت والمكان، لكن أيضا الفلسطيني عربي، فهو خسارته صارت دبل، إنه النكبة خسارة المكان، بس بنفس الوقت ارتباطه العربي بعمقه العربي خلى في عنده جزء آخر من هويته، في عنده شعور بأن هويته مش الفلسطينية مجروحة، أيضا هويته كعربي أصبحت مجروحة. القدس هي الأساس، لن يكون هناك سلام ولن تكون هناك دولة فلسطينية دون القدس، ولذلك نحن في صراع يومي مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس من أجل الحفاظ على عروبتها وعلى إسلاميتها وعلى مسيحيتها كمدينة للأديان السماوية. فيما رفض آخرون محاولات الغرب بتشويه صورة الإسلام ووصف الأمة الإسلامية بأنها داعمة للإرهاب. هذه مغردة نسمعها كثيرا الآن في داخل بلداننا العربية، الإرهاب والإرهابيين، ولذلك هي النظرة الحقيقية للغرب
للأمة بسبب التحدي اللي فرض عليها الدين الإسلامي هو أن الجميع إرهابيين وليس فقط ما نسمع عليه الآن أن هناك إرهابيين. قرار الفلسطينيين بالمقاومة فكان قراراً أثبت جدواه، حيث يرى الفلسطينيون أن أرضهم لا تمتلك الفرصة عبر الكلام في ذاته، ذلك ما دفع الخليجيين للمشاركة في جيوش قدموا فيها الشهداء. وخلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات تصدرها التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وإدانة كافة أشكال الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. كما تضمن البيان الختامي للمؤتمر دعوة للشعوب الخليجية لمساندة ودعم نضال الشعب الفلسطيني من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي عبر الجهات الرسمية،